هزيمة حسمت قبل بدء المعركة بإرادة دولية وتخاذل عربي. حرب خاضها العرب بدون استعداد مسبق فاستحالت هزيمة ونكبة. سلاح فاسد وتنسيق مفقود وأهداف متضاربة وجيوش غير مدربة هي حصيلة ما امتلكه العرب في مواجهة دولة قوية وخطة محكمة ودعم وتواطؤ دولي لصالحها. عبر عن سيودور هيرتزل في البداية كان حلما. عبر عن تيودور هيرتزل المفكر الصهيوني في كتابه الدولة اليهودية، مؤسسا للخطة التي تصبح مشروعا للصهاينة يسعون حثيثا لتنفيذه. ليعقد المؤتمر الصهيوني الأول بسويسرا عام 1897 ويتقرر إنشاء دولة يهودية تجمع شتات اليهود المضطهدين في العالم على أرض فلسطين. يمنح وعد بلفور عام 1917 سك الشرعية لقيام الدولة اليهودية. تتدفق موجات الهجرة اليهودية من شتى أنحاء العالم إلى فلسطين. يتفجر الغضب الفلسطيني في الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وتبرز للمرة الأولى فكرة حل الدولتين. وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 1947 تصدر الأمم المتحدة قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب. يرفض العرب التقسيم ويبدأ الاستعداد لتحرير الأرض. الاختبار الأول للجامعة العربية الوليدة. تقرر الجامعة تشكيل جيش الإنقاذ عام 1947 من متطوعي العالم العربي. يبدأ الكفاح المسلح ضد العصابات الصهيونية في فلسطين. نصف قرن من المحاولات الصهيونية تتوج بتأسيس دولتهم. تنهي بريطانيا انتدابها في 14 من مايو أيار عام 1948. وفي نفس اليوم تعلن إسرائيل قيام دولتها على ما يزيد عن 50% من الأراضي الفلسطينية، لتواجه الدول العربية تحديا بالرد على هذا القرار في ظل عدم جاهزية أغلب جيوشها آنذاك لخوض الحرب، وتحت ضغط الغضب الشعبي المتنامي ضد الاغتصاب الصهيوني للأراضي العربية. تضطر بعض الدول العربية إلى إرسال فرق من جيوشها لخوض حروب جماعية عربية ضد إسرائيل. وتحت القيادة العامة للملك عبد الله ملك الأردن يتشكل الجيش العربي من فرق عسكرية نظامية مصرية وأردنية وعراقية وسورية ومتطوعين من جنسيات عربية متنوعة. تبدأ المعارك في 14 من مايو أيار عام 1948. تقرر الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وقف بيع الأسلحة للدول المتحاربة في فلسطين. يتضرر الجانب العربي من القرار، بينما يتمكن الجانب اليهودي من الحصول على إمدادات خارجية بالأسلحة رغم قرار الحظر. جرت الحرب على 3 جولات دامت 6 أشهر تخللها هدنات لم يحترم الجانب اليهودي أيا منها. يستمر اليهود في خرق الهدنة في كل مرة لتحسين مواقعهم العسكرية على الأرض. يتصدع الجانب العربي بسبب غياب التنسيق وانسحاب القوات الأردنية لصالح القوات الصهيونية وضعف التسليح والتدريب، فتتوالى الهزائم. ترتكب العصابات الصهيونية مذابح مروعة أثناء الحرب، وأشهرها مذبحة دير ياسين بهدف ترهيب الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم، وتنجح بفضل تلك المذابح في السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي
وقتل أعداد ضخمة من المدنيين دون تمييز بين رجل أو امرأة، شيخ أو طفل. وفي السابع من يناير كانون الثاني عام 1949 تعقد الهدنة الثالثة والأخيرة معلنة هزيمة الجيوش العربية وانتصار إسرائيل، بل توسيع وجودها على أرض أكبر من تلك التي خصصها لها قرار الأمم المتحدة. يخسر الجانب العربي في الحرب ما يزيد عن 15,000 شهيد ونحو 40,000 جريح و800 ألف لاجئ فلسطيني في البلدان العربية المجاورة. وتشعل الهزيمة شرارة الغضب الذي يفجر عدة انقلابات عسكرية وثورات شعبية في دول عربية مختلفة. خريطة تبدلت لتنقسم فلسطين الموحدة دولتين، واقع مثل حلما يهوديا وكابوسا عربيا، هزيمة عربية جماعية أذنت بانتهاء جولة أولى من صراع ولد واستمر طوال أكثر من 60 عاما بلا انقطاع أو حسم حتى الآن.